صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالنور والسرور، صباحكم حب وسعادة. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة هو برنامج صحي من الأثنين للجمعة، تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا الجميلة والمتميزة أكيد إذاعة نور دبي. خلونا نرحب في البداية أعزائي المستمعين بفريق عمل برنامج ويانا اليوم. عندنا في الإخراج الزميل محمد عدنان، وبالتنسيق الأخت ميرا المري، أما في الإعداد فالزميل حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. صحة وسعادة. بكون وياكم أعزائي المستمعين بإذن الله على مدار ساعة من الحين، ومثل ما عودناكم دايما في برنامج صحة وسعادة راح نتناول أهم المواضيع الطبية والصحية اللي تسعدكم وتهم صحتكم وصحة مجتمعنا، ونحن بعد على استعداد أن نفتح لكم قنوات التواصل مع هيئة الصحة بدبي لاستقبال مشاركاتكم أو سماع اقتراحاتكم أو ملاحظاتكم، واللي بالنهاية أكيد بتسهم في تطوير خدماتنا الصحية وتحقيق رؤيتنا نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة أكيد في إمارتنا الغالي إمارة دبي. واللي حاب يتواصل ويانا نقوله حياها الله على أرقام التواصل 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. أعزائي المستمعين، خلوني الحين أخبركم شو بيكون عندنا من فقرات اليوم. كالعادة في البداية بيكون عندنا فقرة عن آخر الأخبار والدراسات العلمية العالمية اللي بنخبركم فيها عن مجموعة من الأخبار المتعلقة بالصحة واللي تفيدكم وتفيد صحتكم. وإذا كنتوا تحبون أكل فاكهة التين، فاليوم في فقرة التغذية بنتكلم إن شاء الله عن فوائد الصحية. وفي الجزء الأخير من البرنامج أعزائي المستمعين فبنخصصه للحديث عن خدمات مركز دبي لدم الحمل السري والأبحاث. على العموم أعزائي المستمعين، نبدأ بسم الله أول فقراتنا ونشوف شو عندنا من أخبار ودراسات صحية. الخبر الأول يتكلم عن أسباب الإصابة بفطريات الفم. تبون تعرفون هذه الأسباب؟ اسمعونا للآخر. قالت جمعية برودنت الألمانية المعنية بصحة الفم والأسنان إن الإصابة بفطريات الفم قد ترجع إلى أسباب عديدة، على رأسه إهمال العناية بالفم والأسنان، جفاف الفم المصاحب لداء السكري، وكذلك تناول المضادات الحيوية لفترات طويلة. وتشير الجمعية إلى أعراض الإصابة بفطريات الفم تتمثل مجموعة من الأعراض، من أهمها الاحمرار الشديد بالفم، ظهور بقع بيضاء يصعب إزالتها عن طريق التنظيف، الشعور بحرقة في الفم، وتغيير مذاق الأطعمة، وكذلك الشعور بآلام عند البلع. وقالت الجمعية إن الوصفات المنزلية البسيطة لا تساعد في علاج فطريات الفم، بل على العكس من ذلك، فإن هذه الوصفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية. فشاي البابونج مثلا قد يتسبب في زيادة جفاف الغشاء المخاطي المبطن للفم، مما يوفر بيئة أفضل لتكاثر الفطريات. وعشان هاي الأسباب أعزائي المستمعين، من الضروري استشارة الطبيب المختص، واللي غالبا ما يصف للمريض صبغة أو محلول غرغرة للقضاء على فطريات الفم في غضون 8 إلى 10 أيام. هذا بالنسبة للخبر الأول أعزائي المستمعين. خلونا الحين نتكلم عن الخبر الثاني. الخبر الثاني يتعلق بأسباب الإغماء لدى الأطفال.
تقول مؤسسة القلب الألمانية أن الإغماء لدى الأطفال له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير. وأوضحت المؤسسة أن الأسباب البسيطة للإغماء تتمثل في نقص السوائل بالجسم، قلة النوم والطقس الحار، أو حتى الوقوف طويلاً. وأحياناً قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل الصرع واضطرابات نظم القلب أو العيوب الخلقية في القلب. وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب إذا استمرت نوبة الإغماء لمدة تزيد عن دقيقتين، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، سرعة أو بطء، ضربات القلب، التشنجات المستمرة. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ عيالنا من كل شر يا رب. أعزائي المستمعين، خلونا الحين نشوف بعد ما سمعنا أخبارنا لهذا اليوم، شوف شو وصلت لنا من رسائل نصية. عندنا رسالة من أم محمد. أم محمد تقول في رسالتها: صباح الخير دكتورة، يعطيكم العافية، أنتوا فريق برنامج صحة وسعادة. تسأل: هل من ضروري أن ناخذ حبوب الفيتامينات يوميا؟ طبعا هذا السؤال وايد شائع ونسمعه من كثير من الناس. انزين اسمعيني يا أم محمد، أنا بنقول لك الجواب يعني اللي إن شاء الله يعني تستفيدي منه. أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات والعناصر الضرورية للجسم هي من الغذاء الصحي المتوازن، واللي يشمل على يعني مجموعات غذائية متكاملة. هذا أهم شيء، إن إحنا نحصل يعني الفيتامينات اللي نحتاجها من يعني المصادر الطبيعية، واللي هي طبعاً الغذاء المتوازن، واللي يشمل يعني على كافة المجموعات اللي أهمها الخضار والفواكه، البروتينات وغيرها، والألبان وغيرها من المجموعات. لكن بعد يا محمد نقدر إن إحنا ناخذ حبوب الفيتامينات، بس بعد ما نستشير الطبيب، علشان اللي هو اللي بيحدد لنا إذا إحنا محتاجين لهاي الفيتامينات أو لا إن إحنا ناخذ حبوب الفيتامينات. طبعاً وهو بيسوينا الفحوصات اللي بيشوف احنا وين عندنا النقص، في اي فيتامين النقص، وعلى اساسه يعني ناخذ الفيتامينات اللي احنا فقط محتاجينها. اما عاده ان احنا ناخذ كراتين من الفيتامينات اشكال وانواع وناخذها ونستخدمها من غير استشاره الطبيب، هاي يعني اعزائي المستمعين هذه عاده غير سليمه، لان ممكن الجسم ما يكون محتاجنها، والإفراط في أخذ هاي الفيتامينات ممكن بعد تسبب ضرر الجسم، وخاصة إذا ما استشرنا الطبيب وسوينا الفحوصات اللي يعني ممكن تدلنا على النقص يعني الموجود عندنا أو أي نوع من الفيتامينات اللي نحتاجه. نتمنى لكم الصحة والسلامة أعزائي المستمعين. خلونا الحين ناخذ فاصل ونرجع نتواصل وياكم ونشوف فقرة التغذية لهاليوم شو تقول تريونا. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. يا أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل 600-551-414، واللي يحب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. اذكروا أعزائي المستمعين أن مشاركتكم تهمنا وأكيد تسعدنا. أعزائي المستمعين، في فقرة التغذية اليوم بنتكلم عن فاكهة ذات قيمة غذائية عالية، وهذه الفاكهة ذكرت في القرآن الكريم وهي فاكهة التين. وأعتقد أن فاكهة التين تعتبر من الفواكه المحببة لكثير من الناس. ها مخرجنا، تحب تأكل التين؟ يقولكم هي، وأنا الصراحة بعد أحب أكل التين، لكن أحب أكل الطازج، ما أحب مجفف.
المهم أعزائي المستمعين، التين سواء كان طازج ولا مجفف فله فوائد غذائية عالية، وعشان نعرف أكثر عن هذه الفوائد خلونا ناخذ عبر الهاتف الأستاذة عرينة الزربة، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير والسرور أستاذة عرين، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. صباحكم بالخير جميعا ويعطيكم ألف عافية. ومضبوط كلامك، التين ذكر في القرآن وهو من الفواكه اللي هلأ موسمها الصراحة موسم الصيف، وإحنا نحبها يا أستاذة يعني عارين. طبعا عشان تيحنا نبغى نعرف حين مستمعينا شو هي فاكهة التين، شو هذه الفاكهة، شو فوائدها، شو قيمتها. صحيح، هلا التين احنا طبعا يمكن نعرفها كفاكهة ولكن ما بنعرف من وين اصلها وشوف. انا حابة بس اعطي هيك نبذة صغيرة قبل ما نفوت بفوائدها وشو هي عبارة عن ايش. اول اشي ينتمي التين او خلينا نقول الموطن الاصلي الى المناطق شبه الصحراوية، وانتشرت زراعته اكتر اشي في جنوب الجزيرة العربية، معنى اخر يعني اكتر اشي موجودة حاليا حوالينا. وهو فاكهة ناعمة الملمس ذات قشرة رقيقة يتراوح لونها ما بين الأخضر والأرجواني. أما بالنسبة للب فإنه غالبا ما يكون ذو لون أحمر، يعني لونه بيكون شوي على حمار، وتؤكل كاملة، مش إنه من قشرها بس القشرة وبناكل بس اللي من جواها، لا كمان تقدر تاكليها كاملة، وهي بتتميز بمذاقها الحلو. طبعا في ناس تستخدمها قديما كمحلل طبيعي للطعام يعني بدل من السكر، وزي ما ذكرنا إلها فوائد يعني جدا قيمة وكثيرة. وإحنا طبعا يعني حبينا نعطيكم إياها، ورح نحكي عن الجهتين من التين اللي هو التين الطازج كما ذكرتي، وعندنا التين المجفف. هلأ التين الطازج الصغير اللي هو تقريبا وزنه 40 جرام بيحتوي أول إشي على سعرات حرارية جدا قليلة اللي هو تقريبا 30 سعرة حرارية. لما بيكون مجفف بيزيد شوي السعرات الحرارية، يعني بحدود بتصير 37 بتصير 34 يعني بحدود 40 سعرة حرارية، ولكن بضل من السعرات الحرارية المنخفضة. بعد مو بوايد يعني، مش كتير، مو بعذر ان احنا ما ناكله صح؟ مظبوط، وخصوصا انه بتاكل كوجبة خفيفة، وهذا كتير من يعني منشجع عليه كوجبة يعني احنا نشوفه اكثر يحطونه في الطبخات يعني استاذة عرين. صحيح، وبالسلطات مظبوط، فهلا حاعطيكم كمان افكار وين ممكن ينحط. كمان التين الطازج طبعا يحتوي طبعا على الكربوهيدرات ولكن بكمية جدا قليلة مقارنة بالتين المجفف اللي فيه كربوهيدرات او خلينا سكريات شوي مرتفعة. وهذا الاشي حذكره هلا كمان بخصوص موضوع الناس اللي عندهم سكري او اللي بدهم ينزلوا وزنهم، ومن هالناحية هاي هذا أهم، هاي أهم نقطة، وأعتقد كل اللي يسمعونا مهتمين بهالشيء، شو اللي ينزل وزننا يلا. مزبوط. أستاذ عرين يعني إحنا ذكرنا فوائد هاي الفاكهة، يعني أنا بعد سمعت مرة إنه يسمونه فاكهة الرجل الفقير، يعني من كثر يعني فوائدها القيمة، يعني ان الفقراء كانوا يمكن ما اعرف تفسيره، بس يمكن يعني هي الفاكهة اللي كانت متواجدة يعني منذ القدم يعني. صحيح، فكانت فوائدها يعني عالية، فلما ياكلونها ممكن يعني يستفيدوا منها ويستفيد جسمهم ويعطيهم الطاقة. طبعا بيعطيهم طاقة طبعا اكيد. هلا الشغلة انه بتعطيهم كثير فوائد، وزي ما حكينا السعرات الحرارية فيها جدا قليلة، ولكن بدنا نذكر كمان المعادن ليش كثير هي قيمة، لانه فيها معادن وفيتامينات جدا مهمة ومتنوعة، يعني فيها متفاوتة المعادن، يعني زي عندنا الحديد، عندنا المغنيسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، هاي المعادن كلها موجودة. بس أكثر معدن يعني خاص أو غني فيها بشكل خاص التين هو المعدن النحاس، وعندك الفيتامين بي 6 اللي هو كمان غني فيها فاكهة التين. طبعا هتقولي لي ليش معنا هدول الاثنين؟ لأنه هدول الاثنين إجوا بكميات أعلى طبعا كقيمة غذائية وإلهم فوائد على الجسم بشكل خاص. إذا إحنا نيجي نقول النحاس، إحنا شو بنهتم فيه النحاس؟ النحاس فكرته إنه بيساعد على أول إشي إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تكوين خلايا الدم، يعني الناس اللي عندها خلينا نقول الحديد نازل بيقدروا ياخدوه، لأنه بيساعد على تكوين خلايا الدم والأنسجة الضامة والناقلات العصبية. وزائد الفيتامين بي 6 فوق ما هو بيساعد على انه بيكسر البروتين عندنا بجسمنا، انه مش بطريقه غير صحيه طبعا، لا هو بالشكل الطبيعي له، لانه خلينا نقول
مسار كيماوي خلينا نقول بالجسم، بيساعد على انه تكسير البروتين الغذائي وانشاء بروتينات جديده، وكمان انه بيلعب دور مهم في صحه الدماغ. عشان هيك الناس لما بتاكل التين بتحس عندها طاقه. هاي الاسباب عشان شي الوالده يمكن احنا صغار تغصبنا الا تاكلوا التين، انه تاكلوا مضبوط مضبوط واحنا عاد ما نحب ناكله بس غصب بيساعدكم على الدراسه حلو مضبوط. هلا الفائده التينه الثانيه طبعا في لها كثير فوائد اكثر، لانه زي ما حكينا فيها الياف. الالياف كثير بتساعد على تعزيز صحه الجهاز الهضمي، ودائما احنا بنتحدث عليها، بنتحدث في هاي الامور عن طريق في الاذاعه دائما، انه قديش الالياف مهمه لتعزيز صحه الجهاز الهضمي خصوصا الناس اللي معها امساك. كمان بيساعد على التليين. الشغله الثانيه انه كمان هو مصدر غذائي للبكتيريا الصحيه اللي موجوده في امعائنا، فعشان هيك شوف قديش التين مهم في هذا الموضوع. الشغله الثانيه بيساعد على التحكم في اللي هو مستويات الدهون في الدم. الناس اللي عندها مشكلة في موضوع الكوليسترول أو في الدهون الغير مفيدة، يعني الغير جيدة في الجسم، بتساعد على تحسين خلينا نقول مستويات هذه الدهون في الجسم، وزائد تحسين ضغط الدم. يعني الناس اللي عندها كمان موضوع مشكلة الضغط الدم ممكن كمان يتناولوا هاي الفاكهة، لأنها جدا بتساعد على تحسين مستويات ضغط الدم. وبشكل عام تساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية والتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. ما شاء الله، يعني كل هاي الفوائد سبحان الله يعني انذكرت في القرآن، ويعني أكيد وهذا حكمة، يعني فوائدها هذه اللي انت ذكرتيها، يعني فوائد يعني جداً مهمة يعني على الجسم. مضبوط. والشغل الثاني هلا حكينا انه طبعا بهمنا موضوع الوزن صح، هذا السؤال المهم الحين. مضبوط، يلا الحين ركزوا واسمعوا استاذ عرين شو بتقولكم. هلا بهذا الموضوع، هلا اول شيء بحب احنا كلياتنا نتفق على شغله، انه تتحقق عمليه خساره الوزن او زيادته عن طريق التحكم بعدد السعرات الحراريه وغير هيك، وليس بالتناول. يعني مش يعني هو مش فكره ان انت اذا اكلتي نوع معين من الطعام هو اللي بياثر على نقص الوزن او زياده الوزن، هو الفكره كلها بكميه السعرات الحراريه. واحنا حكينا من بدايه المحادثه انه السعرات الحراريه الموجوده بحبه التين اللي هي عباره عن 40 جرام تحتوي تقريبا على من يعني تتراوح بين 30 سعره حراريه الى 40 سعره حراريه حسب حجم التين. هلا اذا احنا خلال اليوم ناخذها احنا كوجبه خفيفه ما راح تاثر على زياده الوزن، ولكن بتساعد على الاحساس بالشبع اكثر، لانه زي ما ذكرنا فيها الياف. صحيح مضبوط. فهذه رح تضيف هي شغله واحده، انه احنا حنصير نحس بشبع اكثر، معناته احنا ما راح ناكل كميات كبيره من الاكل، وبذلك بيساعد على انه نقص الوزن او خلينا نقول التحكم بنزول الوزن بشكل صحي. هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي حلو في الموضوع التين، إنه زي ما ذكرنا ممكن إضافته للسلطات والحلويات. يعني في بعض الناس بتقولك أنا ما بحب أكل التين كفاكهة لحالها هيك، ممكن طبعا إحنا بنشجعهم إنه لا حطوها بالسلطة أو حطوها بالحلويات، ممكن تعطيكم أول إشي الفائدة اللي بنحتاجها، وزائد كسعرات حرارية هي تعتبر من السعرات الحرارية القليلة. طبعا هاي اللي بحكي عنها إيش، الطازجة، التين الطازج. ولكن التين المجفف الفرق بينهم انه يحتوي على سعرات شوي اكثر، ونسبة السكر او الفين شوي اكثر، يعني كميته اكبر منها. بس يؤكل، احنا دائما نعطيهم اياها كنصيحة، انه يؤكل باعتدال المجفف، يعني من مثلا من حبة الى حبتين ما عندنا مشكلة في هذا الاشي. هذا المجفف يعني حين احنا يعني هذا كلامك يخليني اسأل، يعني احنا ايش كثر نحتاج من اكل التين يوميا سواء كان مجفف ولا طازج؟ هلا الطازج ممكن مثلا من حبتين الى مثلا الى 4 حبات، لانه كل حبه تين طازج تساوي حصه. تمام. احنا لكل شخص في يعني موجودين في اليوم نحتاج مثلا من 3 إلى 4 حصص، عفوا من 4 إلى 5 حصص فواكه خلال اليوم. طبعا التين تعتبر حصة واحدة، فهذه يعني ما حتأثر علينا، عرفتي كيف؟ ولكن المجفف معاكي من يعني من حبة إلى حبتين، لأنه زي ما ذكرنا فيها سعرات شوي أعلى أو فيها سكريات أعلى، خصوصا الناس اللي معهم سكري دائما بنقولهم خذوه باعتدال، لأنه ما بيرفع السكر عندهم سريع، لأنه يعتبر أصلا هو من المؤشر الجلايسيمي المتوسط، ولكن لازم ننتبه إنه ناكله باعتدال. يعني الإفراط فيه ممكن يكون فيه ضرر علينا؟ الإفراط للمجفف ممكن للناس اللي معهم سكري،
أما الناس العادية إذا أنت أفرطتي فيه ما حيأثر جدا. إذا أنت ما مثلا ما عندك حساسية مثلا، ما عندك مشاكل في المعدة لأنه فيه ألياف، يعني ما عندك أنت مثلا مشاكل إسهال، لأنه الناس اللي عندها إسهال إحنا ما بنعطيهم أشياء عالية بالألياف، نعطيهم قليلة الألياف. ففي بعض يعني هي تعتبر التين زيها زي أي فاكهة، ولكن بالنوعية، إذا كان طازجة بتفرق عن لما يكون مجفف. صحيح. بس الجهتين احنا بدنا ناكله باعتدال، يعني اي شيء بناكله احنا سواء تين او تفاح او برتقال اي نوع من والاعتدال مطلوب في حياتنا كلها يعني استاذ عرين، مو بس حتى في الاكل، في كل شيء الاعتدال شيء حلو، قاعده يعني اساسيه في الحياه. صحيح. ومن هاي الاشياء كمان موضوع نقص الوزن، ما ننسى طبعا نمارس الرياضه، نشرب المي بكثره، هي يعني ما نعتمد بس على التين وخلاص بنضعف. اه بس هو اللي حيساعدنا. صح مزبوط. اكيد اكيد كل هاي عوامل تتداخل وتساعد يعني في الحفاظ على الوزن. انزين استاذ عرين، انت قبل شوي ذكرتي ان التين المجفف ممكن الافراط فيه يعني يكون له تاثير على مرضى السكري. خلينا نعرف الحين علاقه يعني تناول التين ومرضى السكري. يعني أنا سمعت بعد أنه ممكن التين يعني يساعد في التحكم مستوى السكر في الدم. مظبوط. خبرينا أكثر. هلأ التين، هلأ فكرته أنه بيساعد على مستويات التحكم بالسكر بالدم، من ناحية زي ما حكينا الألياف الموجودة فيه. طبعا السكر شوي فيه عنده شوي عالي، لا يعتبر من يعني لا يحتوي على نسبة جدا عالية، ولكن الفكرة بموضوع مرضى السكري هو آمن، التين ما عليه مشاكل سواء كان مجفف أو طازج. ولكن أنا اللي بدي أذكر فيه أنه يتم تناوله بكميات مدروسة ومعقولة، لأنه مريض السكري بيفرق عن المريض أو الشخص العادي من ناحية كمية الكربوهيدرات اللي محتاجها خلال اليوم، زائد الأشياء الثانية من ناحية الدهون، ناحية البروتين. فإحنا بنكون المريض السكري يكون دارسها من ناحية الكربوهيدرات على أساس إنه ما يزيد كمية، أو عشان ما يساعد على ارتفاع نسبة السكر عنده في الدم عالي. ولكن إذا اعتدل بتناول هذا التين المجفف أو الطازج ما عنده أي مشاكل، هو يعتبر آمن جدا. والأشياء الثانية إنه بيكون آمن عليه كمان، لأنه التين مش بس عشان موضوع الألياف، بيحتوي كمان على المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والمواد، كمان عنده مواد مضادة للأكسدة اللي بتفيد المريض السكري. فبالعكس هو جدا آمن، ولكن زي ما ذكرت إنه إحنا يكون تناوله باعتدال مش أكثر من الكمية المحدودة إله، ومدروسة ومحسوبة، لأنه زي ما حكينا مريض السكري بيحسب اللي هو كمية الكربوهيدرات اللي بيحتاجها خلال اليوم، وهذا بتضمن طبعا الفواكه ومن ضمنها التين. أكيد ممتاز. إنزين أستاذ عرين، يعني وبعد التين أنت ذكرتي في البداية أن من الفواكه اللي فيها غنية بالسوائل، صح؟ صحيح. واحنا الحين بعد دخلنا على الصيف، فهاي من الفواكه اللي مثلا نشجع الناس انه ياخذ. صحيح. فبحتاج طبعا بما انه احنا هلا ذاكري زي ما ذكرتي احنا فتنا بالصيف طبعا يعني موجود فيه المي، كميه المي جدا عاليه. الفواكه بشكل عام يعني عندها نسبة مي عالية جدا، هي والفواكه والخضار. فإحنا إذا اعتدلنا بأكلهم خلال فترة الصيف هيك بنتجنب موضوع الجفاف، نتجنب وهي بعد صراحة فاكهة لذيذة وفي نفس الوقت منعشة، صح ولا شو رأيك؟ تحبينها أنت؟ طبعا احنا بناكله، انا صراحه بحب اكله بالحلويات اكثر لانه انا مش من المشجعين لاكله لحاله يعني، واحنا بعد نحبها ومخرجنا بعد يحبها. ممتاز، هذا اللي بدنا اياه. انزين استاذ عرين، كلمه اخيره منك توجهينها للناس اللي ما يحبون ياكلون التين، شو تخبرينهم؟ تمام. هلا احنا عشان هيك من بدايه الاذاعه حبيت اقول انه التين ممكن اذا الواحد ما بحب ياكله زي ما هو كطازج، ممكن نحطه بالحلويات، ممكن نحطه بالسلطات، فهو رح يكون ممزوج مع مكونات اخرى، فانت ما رح تحس انه في تين في الموضوع، ولكن انت حتاخد فائدته وهذا اللي احنا محتاجينه. هاي رقم واحد. رقم اثنين، التين بشكل عام سعراته حراريه، يعني الناس اللي خايفه يزيد وزنها بالعكس سعراته جدا حراريه قليله، اذا تناولناه باعتدال او من ضمن الحصص اليوميه اللي محتاجها الجسم في اليوم ما رح ياثر عليك، بالعكس حيعطيك طاقه، حيعطيك مكونات جدا انت محتاجها، خصوصا المعادن، واخص شيء انه النحاس والفيتامين بي 6، لانه احنا باليوم العادي احنا ما بناكل قاعدين كميات جدا هائله من مكونات كثيره. فاذا احنا عم ناخذ هاي الفواكه بشكل منتظم او مندخلها من ضمن اكلنا اليومي، بالعكس انت بتضمن حالك انك اخذت المصادر اللي هي محتاجينها احنا خلال اليوم. الشغله الثانيه، كما ذكر في القران التين والزيتون، اذا تاكل التين مع الزيتون، قرات كثير دراسات عن هذا الموضوع بقول لك قديش انه في فائده، وسرعه الامتصاص بيكون فوائد التين جدا مهمه.
فإحنا يعني أنا قرأت هذا الإشي وحبيت إنه أذكره لأنه فعلا إلها معلومة جميلة. فائدة جدا جدا. بقول لك يعني ذكر الله تعالى التين والزيتون في سورة التين وأقسم بهما، وهذا دلالة على عظمتهما وعلى أهمية هاي الفاكهة أكيد يعني لجسم الإنسان، مظبوط. وبين لنا الإعجاز القرآني بفائدة هذول النبتتين، وبقول لك إنه ذكر التين مرة واحدة والزيتون 7 مرات، مما يدل على أهمية تناول حبة من التين من 7 حبات من الزيتون. سبحان وبقول الله. لك أجرى يعني سبحان الله، بقول لك العلماء اليابانيين كانوا يعملوا أبحاث وكذا، وذكروا إنه في مادة يسموها الميثالونيبس، وهذه موجودة في التين، والتي لا تسبب تأثير في الجسم ولا تعطي أي نتيجة فعالة إلا عند خلطه مع الزيتون. فيعني أنا صراحة أول مرة بقرأ هاي واحنا الصراحة أول الشغلة. مرة نسمعها، وإن شاء الله يعني نكون أفدنا اللي يسمعونا الحين. يا رب، وهي ذكرت في القرآن، يعني هذا سبحان القرآن الله. يعني سبحان الله، يعني إحنا بنعرف هذا الإشي وهن أكيد. هلأ بيكتشفوه، فهذا الإشي موجود من قبل. فصراحة التين يعتبر يعني من معجزات رب العالمين ذكرها في القرآن، وهذا دليل إنه قديش هي مهمة لجسم الإنسان، وبتمنى الجميع يأكلها صحيح، وسبحان ويستفيد الله منها. يعني. وبعد في نفس الوقت بعد احنا نقول للكل اللي يسمعونا شجعوا عيالكم بعد ياكلون فاكهة التين صحيح، خاصة وإذا الصغار، هنا ما حبوها حطوها بالحلويات، يعني إحنا بس حببوهم نضحك فيها. عليهم، بس إنه يعني إحنا بنضمن إنهم أكلوها وبعدين بنقول لهم فائدتها، مش مشكلة. ممتاز، شكرا لك أستاذة عرين الزربة، اختصاصية التغذية العلاجي بهيئة الصحة بدبي. أتمنى كل اللي سمعونا استفاد من هالمعلومات الجميلة اللي قدمتيها لنا. إن نلقاك شاء الله. بحلقات جاية يعطيكم بإذن العافية. الله. إجازة سعيدة. شكرا أعزائي المستمعين، الحين خلونا ناخذ فاصل ونرجع نكمل وياكم آخر فقراتنا لهاليوم، واللي بتتكلم عن خدمات مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. تريونا صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600-551-414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. اتصالكم ومشاركاتكم تسعدنا وتهمنا. أعزائي المستمعين، يعتبر مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث من المراكز التخصصية المتميزة في هيئة الصحة بدبي، اللي تقدم خدماته للمرضى والمتعاملين بشكل عام وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات العالمية في هذا المجال. ويسعدنا اليوم استضافة الدكتور حاتم العباس، مدير مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، للحديث أكثر عن هذا المركز. صبحك الله بالخير والسعادة دكتور حاتم، يا مرحبا وسهلا فيك ويانا في برنامج صحة وسعادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والسعادة في برنامج صحة وسعادة. منورنا الصراحة دكتور، واليوم الموضوع بعد بروحة حلو وجميل يعني. انزين دكتور، في البداية دام احنا بنتكلم عن مركز يعني دبي لدم الحبل السري، نبى نعرف كل اللي يسمعونا الحين شو هو يعني دم الحبل السري، شو فايدته، عرفنا بالأهمية هذه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا بنحب نشكر برنامج صحة وسعادة لإلقاء الضوء دائما على الخدمات الموجودة في هيئة الصحة، وأنا بعتبره ده دور مهم جدا جدا بالنسبة للمجتمع، لأنه التوعية بالأمراض والتوعية بعلاجه والمراكز من أهم الأهداف اللي يسعى لها الإعلام دوما. فنشكركم ونشكر الغائمين على أمر هذا البرنامج إن شاء الله. بالنسبة لمركز دبي لدم الحبل السري، هو مركز بتبع لهيئة الصحة في قطاع الرعاية الصحية التخصصية، وهو خدماته عموما هي من اسمه بنقدر نستنبط انه بيقوم بخدمات جمع واستخلاص الخلايا الجذعية من دم الحبل السري. ودم الحبل السري زي ما نحن عارفين هو دم موجود في الحبل السري بيحصل بعد الولادة، بيتم جمعه، وأساسا هو في القديم كان بيعتبر من المخلفات الطبية، يعني بعد ما تحصل الولادة بالسلامة بيلقى دم الحبل السري مع المشيمة في المخلفات الطبية كمخلفات. لكن العلم اكتشف انه الدم الموجود في دم الحبل السري تحديدا هو من اكبر المخازن بالخلايا الجذعيه او الخلايا المنشأ او الخلايا الام، اللي هي خلايا بتكون منها جسم الانسان ككل عموما يعني، وهي خلايا غير متخصصه بتبدا تتخصص وبتكون منها
مثلا الخلايا العصبية بتكون منها الخلايا الدموية، بتكون منها الخلايا باقي خلايا الجسم. فوجدوا انه دم الحبل السري من اكبر المخازن الموجود فيها، وتفكروا في الاستفاده منه. فصار الحين التقنيه انه يتم جمع هذا الدم وتخزينه في بنوك، نحن بنسميها بنوك ليه؟ لانه اي حاجه انت بتخزنها وحاجه مهمه وغاليه جدا بتخزنها في بنك عشان تحافظ عليها، عشان كده بتسمى مراكز جمع الحبل السري، بنوك دم الحبل السري. فبيتم جمع العينات من بعد الولاده، وهي عملية سهلة جدا غير مؤلمة، لا بتأذي الأم ولا بتأذي الجنين. صحيح. وانت مثل ما ذكرت دكتور، يعني هي كانت من مخلفات في الماضي، أما الحين نعم. بدأوا يستفيدوا منها. زين دكتور، شو ممكن نستفيد، شو الأمراض يعني اللي قائمة الأمراض اللي ممكن نستفيد منها من هذا الدم؟ والله الأمراض التي يتم علاجها بالخلايا الجزئية عموما أو بخلايا دم الحبل السري هي الحين يعني اللستة تطول، لأنه كل يوم بيحصل اكتشاف جديد لعلاج جديد. وممكن الناس بيسمعوا كثير الحين معظم العلاجات اتجهت للخلايا الجذعية، لكن عموما خلايا دم الحبل السري الآن الأبروف إن تعالجها هي الخلايا والأمراض المنشأة دموي زي الليوكيميا سرطان الدم، زي الفانكوني أنيميا والأمراض السلاسيميا وهذه الأمراض. فدي دم الحبل السري أثبت نجاحه في علاجه، ويمكن يعتبر من افضل العلاجات اللي هي بيتم عمل نقل دم الحبل السري لمريض مطابق من ناحيه النسيجيه. فبيتم تقريبا استبدال دمه بالخلايا الجذعيه من دم الحبل السري، وهي بتقوم بانتاج خلايا صحيحه في جسمه، ومن ثم بيتم علاجه. ونحن ممكن عندنا من تم انشاء المركز اكثر من 22 مريض تعالج في الدوله والحمد لله ما شاء الله. تم نقل خلايا جذعيه لمتبرعين اللي هم غالبا بيكونوا اخوانه، لانه مساله النقل نفسها من ناحيه مناعيه تحتاج لمطابقه تصل الى 100% ما بين المريض والمتبرع. والحمد لله تم علاج اكثر من 22 مريض، يعني عندنا في مرضى نحن شفناهم اطفال والحين الحمد لله صاروا شباب. يعني هذه من الأشياء المفرحة جدا والأشياء الجميلة بتحصل في حياة الإنسان إنه يشوف في ناس تعالجوا. زين دكتور، كيف نقدر نستفيد من خدمات المركز في تخزين خلايا دم الحبل السري، والفترة الممكنة لتخزين هاي الخلايا؟ خدمات المركز هي متاحة لكل الموجودين على أرض الدولة سواء مواطنين أو مقيمين. فالخدمات هي ببساطة ممكن في الويب سايت بتاع الهيئة موجود الوصف بتاع الخدمة أو الاتصال مباشرة بالمركز. الأم بتجي عندنا تيم بيقابلها وبيشرح لها الفائدة من دم الحبل السري، وكيف إنها هل هي متبرعة ملائمة ولا لا. في بعض الأسئلة بتجاوب عليها سواء أونلاين أو إذا حبت تجي عندنا هنا. فبعد ذلك بعد ما يتم تسجيلها بيعطوها عدة مخصصة لجمع الدم، فإن من تروح المستشفى المفروض تولد فيها فهناك بتحصل الولادة، وبيتم جمع العينات منها واتصال بينا. نحن عندنا الدرايفرز أو الكورير بيمشي يجيبوا العينات من المستشفى، وبيتم تسجيلها في المركز، وبيتم إجراء المعالجة لدم الحبل السري واستخلاص الخلايا الجذعية، وبيتم تخزينها لمدة 30 سنة. والخدمة هي طبعا هي برايفت، يسموه البرايفت بانكينج أو البنك العائلي اللي هو العائلة الخاص، يعني خاص بالعائلة، البنك الخاص بالعائلة، وده عنده رسوم معينة حسب الرسوم الموجودة في هيئات الصحة. وبهذه المناسبة يعني أنا بعتبر إنه المركز عندنا من ناحية بتاعت كواليتي من أعلى المراكز في الكواليتي، لأنه نحن حصلنا حتى في الفترة الأخيرة حصلنا على اعتماد ما شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر. بنوك الدم الأمريكية. مبروك عليكم دكتور، هذا يعني هذا التميز يعني أكيد مو بغريب على يعني إمارتنا دبي أكيد. نعم أكيد طبعا إن شاء الله. زين دكتور، لو تعطينا فكرة أكثر عن الأجهزة والتقنيات الموجودة في المركز أو الخدمات الأخرى اللي يقدمها المركز. والله بدءا هو المركز من تم إنشاؤه بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تم وضع كل الامكانيات وكل الاجهزه الحديثه التي تقوم يعني اب تو ديت بالتقنيات. يعني انت عارفه كل فتره بتحصل تقنيات جديده وبتحصل بيحصل تحديث للامكانيات الموجوده. فالحمد لله احنا بنستعمل ارقى الاجهزه في مجال استخلاص الخلايا الجذعيه. ومن الخدمات اللي لحقت بالمركز في الفترات الأخيرة هي خدمة مطابقة الأسئلة اللي هي بتكمل المنظومة كاملة، لأنه أي متبرع أنت عايز
تعمل تطابق له مع المريض. ففي تقنية بيسموها تقنية الجيل الثاني لمطابقة الأنسجة، اللي هي في القديم في قبل سنتين ثلاثة كانت بتتعمل خارج الدولة وكانت تكلفتها عالية وبيستدعي إنه المريض يمشي. الحين إحنا هذه الأشياء كلها بنعملها الحمد لله، بالجينات، اللهم الحمض لك أنا الحمد موجود يا شيخ. في مركز، في المركز عندنا. الخدمات متكاملة بحمد الله، ولسه ساعين في زيادة الخدمات أكثر إن شاء الله، إن شاء الله. وماشيين حسب البروتوكولات العالمية. ممتاز. زين دكتور، الحين أنا وصلني مسج من الأستاذ صالح يقول شو الفرق بين تجميد الدم وحفظ الخلايا الجذعية، شو الجذعية الحبل السري، أوكي. ويقول بعد وهل في أبحاث إنه يعالج مرض باركنسون وإصابات الحبل الشوكي؟ تجميد الدم، شو الفرق بين تجميد الدم وحفظ الخلايا الجذعية للحبل السري؟ هو الحبل السري المسألة ببساطة هي بيبدأ بحفظ الخلايا الجذعية، هي بنعني بها نفس الكلام. يعني أنت الخلايا الجذعية لابد أنها توضع في درجة حرارة ماينس 96 ناقص 196 سيليزي، فهي باي ديفينيشن بتكون مجمدة في الخلايا في حاويات النيتروجين إذا كان هو قاصد بالمسألة دي. فنحن من نقول حفظ الخلايا الجذعية بنحفظها مجمدة، لأن لا يمكن حفظها في درجة الحرارة العادية ولا في درجة حرارة الثلاجة العادية، فهي بتكون مجمدة في غاز النيتروجين السائل في درجة حرارة ناقص 196. أوكي، بالنسبة للأبحاث، في كثير من الأبحاث بتتكلم عن كثير من الأمراض، لكن نحن دائما بنتكلم عن الأبحاث المعتمدة في الدوريات العالمية والعلمية. فلحد الآن ما في علاجات بالنسبة للباركنسون، في بعض الترايلز في بعض الدول الواحد ما بيقدر يقول ما موجودة، لكن في النهاية ما معتمدة مثلا بالمجموعات العالمية زي الـ FDA والأشياء دي، فهي مفروض تكون معتمدة عالميا بصورة معينة وأجريت عليها كثير من الدراسات. بعد ذلك نحن بنقول والله المرض الفلاني ممكن معالجته بالخلايا الجذعية أو لا. ممتاز ممتاز. إنزين دكتور، لو تحدثنا الحين شوي عن يعني إنجازات هذا المركز، عن النجاحات اللي حققها في الفترة الماضية. نعم، الإنجازات والنجاحات طبعا في أي مركز علاجي أو يسعى للعلاج دائما بيكون الإنجازات بتاعتنا هي إنه يقولون في المريض الفلاني والله اتبعتت العينات ووصلت وتمت العمليات بنجاح. فزي ما قلت لك هي نحن عندنا حوالي 22 أو 23 مريض ديل تم علاجهم الحمد لله، دي نعتبرها من أكبر النجاحات اللي حققها المركز في الفترة اللي فاتت. الناس بيقولوا إنه مثلا من 2006 لحد الحين، لكن أنا بأكد لك إن دي تعتبر من أعلى الأعداد، لأن في مراكز بتكون في فترة طويلة جدا وبعثوا مريض واحد. يعني في السنة اللي فاتت نحن عندنا في توأم اتبعثوا في الكوارتر ده من السنة دي الحقيقة مش السنة اللي فاتت. فعندنا يعني عندنا الحمد لله كل العينات اللي احنا بنبعتها ما بقينا أي ريبورت فيه أي مشاكل، فدائما العمليات بتنجح والمرضى بيرجعوا بالسلام إن شاء الله وبتم متابعتهم داخل الدولة أو في المكان اللي بيكونوا موجودين فيهم. من النجاحات الثانية اللي حققها المركز في الفترة الأخيرة حصول على الاعتماد الدولي من جمعية البنوك الدم الأمريكية، وده من أرقى الاعتمادات اللي ممكن الناس يحصل عليها في مجال الكور بلاد بانكينج أو مجال تخزين الخلايا الجذعية من دم الحبل السري. بالإضافة إلى الأشياء الثانية، كان المركز طبعا شارك في أول عملية بتاعت نقل كلى تمت في دبي السنة الفاتت. شو هذه العملية عفوا؟ عملية نقل كلى، أول عملية نقل أوكي، حصلت في دبي. فالمركز هو العمل مطابقة الأنسجة وعمل كان دوركم هذا الشيء صح؟ نعم دورنا هذا الشيء، ولا زلنا بنعمله يوميا. يعني بنعمل مطابقة الأنسجة بالنسبة لمرضى الزراعة، كل أنواع الزراعة سواء زراعة نخاع العظم، زراعة الخلايا الجذعية أو زراعة الأعضاء مثل الكبد والكلى. إنزين دكتور، عندكم أي أنشطة توعوية للمجتمع يعني بأهمية هذا الدم؟ أيوة. هو طبعا اكيد، يعني انا حتى بعتبر مكالمتنا معاكم دي جزء من الانشطه لانها مهمه جدا. صحيح. لانه زي ما عارفين انه موضوع الخلايا الجذعيه رغم انه الحين مر عليه 40 50 سنه، لكن لسه بنعتبره علم جديد والمجتمع محتاج انه يحصل له زياده في التوعيه. لذلك عندنا وحده كامله هنا فيها موظفات مواطنات وغير مواطنات، مهمتهم هي توعية المجتمع حول خدمات الخلايا الجذعية ورفع الوعي عند الأمهات. فالتيم ده بيمشي العيادات، بيمشي المستشفيات الخاصة بالولادة، بيتكلم مع الأمهات، بيتكلم مع حتى مع الدكاترة مع الممرضين. عملنا السنة الفاتت حملة كانت شملت دوائر حكومية كبيرة زي الشرطة و حلو.
ديوة ومعظم المراكز، ولسه نحن بنعمل في حملات، عندنا حملة إن شاء الله حتكون قريب برضو على أساس إنها ترفع التوعية بدور الخلايا الجذعية وكيفية علاج الأمراض بالخلايا الجذعية، لأنه ده المين بنعتبره من الحاجات المهمة جدا لنجاح مثل هذه المراكز. أكيد يا دكتور، والله يوفقكم إن شاء الله، ويعني ومن تميز لتميز. كلمة أخيرة ونصيحة أخيرة منك لكل اللي يسمعونا. النصيحة الأخيرة طبعا بي سيف زي ما بقوله بالنسبة للأوضاع الأوبئة الموجودة الحين، الناس يتخذوا كل الاحتياطات الموجودة وما يستهينوا بأي حاجة، ويستقوا المعلومات دائما من الجهات الرسمية، ما يستقوا المعلومات من الكلام اللي بيجي في الواتساب وما غيره، لأنه في جهات عندنا في الدولة الحمد لله متابعة حثيثة لكل شيء، وبيصدروا دوريات واضحة وفيها إرشادات واضحة، يرجو الناس إنه يتبعوها. اثنين، النصيحة الثانية هو دم الحبل السري يعتبر هي هبة لحياة جديدة، أكيد. فبندعو الأمهات إنه يفكروا دائما في تخزين دم الحبل السري، لأنه أكيد حيكون فيه أمان لمستقبله ومستقبل أولاده إن شاء الله. إن شاء الله. جزيل الشكر دكتور حاتم العباس، مدير مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، على هذا الحديث الشيق الصراحة. ودنا نكمل وياك، لكن وقت البرنامج يعني قرب منه ينتهي. نتمنى لك إجازة نهاية أسبوع سعيدة، ونلقاك إن شاء الله بحلقات جاية إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا مسج يتكلم عن فقرة التغذية، لما كنا نتكلم عن فاكهة التين. المسج هذا يقول: شو الفرق بين التين الأخضر والأحمر؟ طبعا احنا تواصلنا مع اختصاصية التغذية العلاجية الأستاذة عرين، وخبرتنا هذا الجواب. تقول أستاذة عرين أن لا يوجد فروقات جوهرية وكبيرة في أنواع التين المختلفة، سواء كان أخضر أو أحمر أو أسود أو غيره. الاختلافات تقتصر على اللون، الجلد الخارجي والحجم أحياناً، لكن الفائدة الغذائية والمحتوى الغذائي يكون نفسه، مع اختلاف بسيط في مقدار تواجده. مثلاً جميع أنواع التين تحتوي على مضادات أكسدة، لكن التين الأخضر يتميز بأنه يحتوي على مضادات أكسدة أعلى. وبعد يقول لك أن التين الأسود مذاق أحلى. صراحة ما جربته، أنا أحب الأخضر. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صحة وسعادة، وإجازة نهاية الأسبوع خلاص بدت، وأعتقد أن الكل مستانس، أولهم أنا. ومثل ما وصيكم دائما في كل يوم جمعة، أنكم تستمتعون بهذه الإجازة، تبتعدون عن الشغل، وتحاولون تقضون أحلى الأوقات مع عائلاتكم وأصدقائكم. واللي ما أخذ شغله للبيت اليوم، شو نقول يا مخرجنا؟ مخرجنا يقولكم سافروا، نقول له حاول تغير رأيك، وتذكر أن إجازة نهاية الأسبوع فقط لراحتك وسعادتك، مهمة لتفريغ الضغوطات، مهمة لتجديد نشاطك وحيويتك للأسبوع اللي بعده. كان وياكم في الإخراج الزميل محمد عدنان، وبالتنسيق الأخت ميرا المري، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم وحديثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع آمن وسعيدة وسط أحبابكم، ولنلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.